First of all, let me welcome you all in English. My name is Nabil Fahmy. I'm the Dean of School of Global Affairs and Public Policy. And the reason I'm starting in English, even though this is an Arabic event, is that there are earphones at the back of the hall. If you need them, I invite you to take them now so that when we start the translation, you all have them. If you start moving around later, it might be a little difficult to follow the same speaker. مرة أخرى مساء الخير بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كلية الشؤون الدولية سيد العامة سيدي يشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحوار الهام المتميز في إطار حوارات التحرير التي بدأناها منذ حوالي عامين مع بداية الثورة وهي حوارات ركزت دائما وصبت بالأساس على ما يهم المجتمع المصري في سعيه لديه بناء مجتمع جديد ومتميز في إطار منظومة إقليمية أفضل وأصلح تركز على ما يخدم المواطن وما يحقق الجميع في إطار متساوية بين المواطنين العرب المصريين والعرب بصرف النظر عن عقائدهم وآرائهم السياسية أو توجهاتهم. اليوم الحقيقة هذه ندوة مؤجلة منذ فترة دعوة كانت موجهة للمتحدث الكريم منذ فترة طويلة لاهتمام الكلية والاستماع لآرائه لاعتبارات كثيرة جدا لن أطول في شرحها وإنما أستطيع أن أقول بدون مبالغة أن المتحدث اليوم شخصية لا تحتاج للتقديم أو التعريف. مع هذا هي شخصية يشرفني كثيرا أن أفتتح الجلسة وتقديمي في اعتبارات كثيرة. الدكتور نبيل عربي الآن أمين عام جامعة الدول العربية في مرحلة حساسة وهامة للعالم العربي أجمع، كان قبل ذلك وزيرا للخارجية في مصر، قاضي في محكمة العدل الدولية، سفيرا لمصر في بلاد متعددة، وشخصية بالغة الاحترام والاهتمام بما يعني الصلاح العام. ساعدت في مراحل مختلفة من عملي الرسمي وحتى خارج العمل الرسمي في إطار العلاقات الخاصة الاستفادة من خبرته وفضلا عن قدره الواسع. وكانت دائما العلاقة بالنسبة لي علاقة استفدت منها كثيرا، واعتقد ان حديثنا اليوم سيؤكد لكم جميعا ما اقصده، وستكون الاستفادة ليس فقط للحضور اليوم انما كذلك للمجتمع بصفة عامة. انا شايف في كذا قناة تلفزيون في البرنامج بشكل مباشر. دكتور نبيل وافق على مضض لانه قرار الحقيقة بشكل كثير جدا، مع هذا وافق انه يحضر اليوم نظرا انه كان واعد سبب ذكرت، وسأدعو الى افتتاح الجلسة وتقديم بعض الملاحظات في حدود 10 دقائق اقل الاعراض، ثم ننتقل الى حوار. يعني كما ذكرت عنوان هذه الاجتماعات هي حوارات التحرير، فننتقل الى حوارات بعد ذلك. إذا كانت هناك أسئلة يسعدني الحصول عليها كتابة من الحضور، إذا حد صمم على الحديث أستطيع توفير الميكروفون، إذا أول واحد تحدث أطال لن أعطي الميكروفون مرة أخرى، فنرجو أن نركز على الأسئلة وليس النقاط الطويلة. مرة أخرى دكتور نبيل يشرفنا ويسعدنا أن تكون معنا اليوم، وأترك لك الكلمة الأخرى.
سبيل ما ينفعني. كنت مترددا إلى حد كبير لأن ورايا مشاغل كثيرة وليس واقع الأمر هناك فرصة أني أقوم بكتابة حديث أو كلمة. لذلك أنا سوف أتحدث موضوعات مختلفة وأرجو أن تكون هناك رابطة بينها. رغم المشاغل المختلفة والسفريات الكثيرة التي كان لابد أن أقبل الحياة أنا سعيد جدا بأن في جامعة مصر والجامعة الجامعة الأمريكية هذه المدرسة لأن مصر كانت محتاجة إلى مدرسة تبحث عن الموضوعات العامة السياسية ومن جميع جوانبها. هذا كان موضوع حيوي وأعتقد أن الجامعة الأمريكية نجحت أنها تجد شخص بكفاءة سفير النبي فهمي ليتولى الاعتبار ويكون المؤسس انا سوف اتحدث بالخط العام لما سوف احكوه هو يتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم العربي وهي تحديات كثيره ولا شك انها تسبب كثير من فكر الإمعان في مغزاه. يعني هل هي مصادفة أن ينشأ أن تبدأ عن المدعمين في تونس ثورة طالب يعني بدأت حاجات شعبية طبعا ثورة طالب في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ثم تنتقل العدو إلى مصر ثم إلى ليبيا واليمن وسوريا. نظرنا إلى هذه البلاد كلها أنا أزعم أن هناك رابطة. إيه الرابطة؟ جماعة العربية وإيه الرابطة؟ الحديث الدول العربية يعني من أول واحد ربما عاوز حل سياسي اجتماعي كل أنظمة كانت موجودة مش بس أنظمة كانت استبدادية لا في أنظمة قائمة على التنظيمات العسكرية حتى مدى سنوات بعضها في الخمسينات مثل مصر وأعتقد أن الجميع يتفق بغض النظر عن كيفية نحكم على هذه الفترة من حياة مصر أنها كانت أنتجت كثير وأفرزت كثير وحققت كثير ليس فقط في مصر في أفريقيا كلها في العالم الثاني موضوعات مختلفة ولكن في نهاية المطاف انتهت إلى حكم الاستبداد بما يعطي الدولة. البلاد الأخرى نفس الشيء. هناك أيضا مقاصد مشتركة خاصة وهو أن كل البلاد مشتركة في حياة كريمة حياة في المنطقة ثم يرفع من عدالة اجتماعية من الحريه من التعبير عن الراي. فدخلنا في مرحله التقنيه، المراحل التقنيه بطبيعتها وانا ارجعت الفرصه لفتره قصيره تونسيه وليس طويله لان زيارات كثيره جدا 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 سواء من شبه اخرى او حتى من دول المرض الفكره. وكنا وعلى الاقل اتحدث عن نفسي كنا يمكن لدينا امل أو نوع من السذاجة الفكرية إن إحنا كنا نتوقع أن تنتهي بسرعة ثبت إنه لا. يعني في بعض الدول الأوروبية هولندا على وجه التحديد على ما أتذكر إنه بعد ما قامت الثورة وانتهوا من الشيوعية وبدأوا تنظيم حياتهم على ثلاث انتخابات على فيها الشيوعية واضطروا ينتظروا فترة حتى يعملوا انتخابات بعد ما انتهى من سنوات السبعينات لا شك انهم كانوا في برحة شديدة وحققوا بالركاب في اوروبا ولكن بالرغم من ذلك كانت هناك صعوبات كثيرة من بينها يعني ما فكر فيه في الامتداد طبعا الوضع بتاع الاوروبا ما فكر فيه انهم وجدوا فجأة عندهم الاف احزاب ولا يدرون ماذا سوف يفعلون بكل هذه الاحزاب فما كانتش ديمقراطية سليمة يعني فهي حقيقة
لا شك ان هذا الموضوع اعتقد يستحق الكثير من الوقت والجهد، ولا احد يعرف كيف ينتهي هذا الامر. الدول التي تمر هذه المرحله عليها عدد من المسؤوليات، من بينها اعاده نظر هيكل المؤسسات القائمه والعمل على بناء دوله مؤسسات ونظام مساءله والحكم الرشيد. اعتقد جميع الدول في العالم العربي وصلت الى مرحله ترى ان يمكن ان ينطبق عليه الحكم الرشيد الذي يكون فيه سياده القانون، الذي يكون فيه كل فرد مطمئن الى مستقبله ومستقبل اولاده وحياه كريمه وحياه امنه وحياه امنه. وهذا الموضوع ليس من السهل، لكن النقطه الاساسيه فيما اردت التحدث فيه هو أي كانت هذه التطورات والتغييرات، هناك اهتمام كبير بأن تكون ربط بين هذه الدول العربية وهي جامعة الدول العربية، تستطيع أن تواكب هذه التطورات، تستطيع أن تقوم بشيء. يعني أنا لا أستطيع أن أذكر أسماء، ولكن يعني خلال العام الماضي عدد من الدول وطرق المسائل للحكوميين والحكوميين عاوزين تدخل جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية في الماضي لعبت دور مهم جدا في التوفيق بين أطراف مختلفة وتوافق مختلفة في السودان وفي العراق. ممكن تلعب هذا الدور في أماكن أخرى، لكن لا تستطيع أن تفرض شيء، لا تستطيع أن تفرض شيء. المهندسين بضع شهور وكيف في فندق مرن في الحجر هنا مؤتمر، اعتقد كان مؤتمر مهم، ولو كان ما سيحدوش الصحافه ولا كثير من الناس على التسكين في العالم العربي، على التسكين في العالم العربي، ماذا يجب ان يكون في هذه التسكين؟ واعتقد انه بحث الامور هامه لانها كلها تصب في خانه واحده وهي البحث عن الحكم الرشيد وكيف يمكن ان يتحقق ذلك. طبعا تتحقق فقط في مؤتمر، لابد اكثر من ذلك، لكن لابد ايضا ان يكون هناك رغبه في الصوت، لانه لا يحدث شيء بين خمسه وسبعين وثلاثه وحدود حتى في بعض الوقت، لكن لابد يكون هناك استعداد، ولابد ان يكون هناك مشاركه كثيره من الشعب في الدول. لكن لو جينا لجامعه بالنسبه لجامعه الدول العربيه كان لابد انها لها انعكاسات على منظومه الجامعه العربيه بصفه عامه، ولكن يعني بحث هذا الموضوع يجب ان ننطلق، هل ميثاق جامعه الدول العربيه مؤهل لمواجهه السفير خالد المحيط؟ الميثاق كما انا متاكد ان كثير من حضراتكم يعلم تمت صياغته في الاسكندريه عام 4/4/4 يعني قبل ان تكون هناك حاجه اسمها الامم المتحده. الميثاق كان عدد من المفكرين في العالم العربي على قد ما اعرف الاسماء بعض الاسماء بالنسبه لمصر كانوا على اعلى مستوى علمي وفكري وثقافي وسياسه مختلفين على اعلى مستوى. لكن ما كان متوافر من الاراء هي اراء فصلت الامم المتحده وفصلت ما بين الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الاولى الثانيه لم تكن تعرض سوى بعض اوزارها بعد، وكان موضوعات المتعلقه بحقوق الانسان دي غير معروفه اطلاقا. موضوع الديمقراطيه كان في بعض البلاد لكن كان في بلاد اخرى تحت الاحتلال. تحت الاحتلال، ما زالت تحت الاحتلال، وبالتالي كان التفكير ينحصر في بعض امور متعلقه بالافكار والمفاهيم القديمه. لكن بعد ما ميثاق الامم المتحده حصل تغيير، حصل تغيير. ميثاق الامم المتحده عمل نقله نوعيه للتفكير فيما يتعلق بالسياسه الدوليه، فيما يتعلق بالامن الجماعي، ولو ان كل ما ورد في الميثاق وانا مش هتعرضه النهارده، لكن لم يطبق بحذافيره.
من فترة حتى سان فرانسيسكو الدول الخمسة الكبرى يعني خطفت نظام الأمن الجماعي بطريقة غير مقبولة ونعاني منها حتى اليومين. لكن كان لابد من إبداء من أن يتم فيه. الأمم المتحدة استخدمت أسلوب مش عارف مراجعة الميثاق لما التغيير الوحيد اللي حصل في ميثاق الأمم المتحدة من 45 إلى اليوم هو في زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن وزيادة عدد بعض المجالس الأخرى زي مجلس الصدر والاجتماع. لكن كل الأمور الأخرى وجدوا أن من الأفضل أن يتم بحثها وإقرارها عن طريق الممارسات. والحقيقة يعني لعب دور كبير جدا في هذا الموضوع هو تاج هامرشيلد بتفكيره أنه لازم تحت سماها حتى تحت ضغط الظروف يجب أن نطور من أعمالنا. المبادئ الأساسية اللي في الميثاق الدقيق لكن أسلوب العمل وطريقة العمل والأهداف ممكن أن تتغير. فهما تطوروا. جامعة الدول العربية ما يعني ما حدث بس فأعداد بسيطة جدا لكن تطوير المفاهيم لم يكن شغلان الشغل. حتى لما وصلوا إلى ميثاق عربي كل إنسان منذ بضع سنوات وهذا كان تقدم فعلا ذاته لكن في أمور كثيرة يجب مراجعتها أيضا. والميثاق حتى هذه اللحظة لم تنضم إليه إلا 11 دولة من 22 ومن أغرب ما يمكن يعني إن سوريا إحدى هذه الدول. فكان لابد إن إحنا نبدأ التفكير. الحقيقة أنا لما يعني سلمت مهام هذا المنصب خلال صيف 2011 فكرت ماليا في الموضوع ثم تقدمت ببعض أفكار إلى أول اجتماع وزاري كان في سبتمبر 2011 بطلب إن إحنا السماح بإنشاء لجنة مستقلة من كبار مفكرين وخبراء من الجامعة العربية وفعلا إنشاءت اللجنة الخاصة المستقلة تقدمت اقتراحات أعتقد أنا أنها هامة. هذه الاقتراحات كما هي سوف يتم تقديمها إلى القمة القادمة هي أرسلت فعلا للوزراء لكن طبعا ليس كل ما فيها سوف نستطيع أن نقوم بإدخاله في الميثاق أو تعديله أو في أسلوب العمل لسبب بسيط. أولا أن بصفة عامة الإصلاح ليس one step it's an ongoing process ما تتصورش الحين ممكن إصلاح فورا. ثانيا الإصلاح لازم توقف عليه دول وبعض الأمور هيبقى من الصعب أنها يتم عليها هذه الموقف المفروض ناخده خطوة خطوة. وحاليا في اجتماعات مستمرة في جامعة الدول العربية ودراسة ما يمكن أن نطلب من القمة القادمة أن توافق عليها. لابد الأليات تتوائم مع الطلبات ومع الاحتياجات. يعني احنا واجهنا في ديسمبر 2011 حالة جديدة كانت فريدة لم نواجهها من قبل وهي ان كان مطلوب من جامعة الدول العربية في قرار تبض في تونس انها تنشئ فريق مراقبين يذهبون إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار. بالفعل تم إنشاء فريق مراقبين وتم إفاده إلى سوريا لكن المشكلة الحقيقية نبعت من أن الحكومة السورية لم تفي بوعدها اللي وعدت به تبقى القرار صادر في 2 نوفمبر 2011 أنها توقف إطلاق النار واستمر القتال لم يكن على هذا المستوى والبلد لم تكن قد دمرت على هذا المستوى لكن الحكومة السورية رفضت أي قبول لأي نوع من أنواع إطلاق النار والأمور تطورت وجود المراقبين. أنا أعتقد ويعني أستطيع أن أقول أن بعض كبار المسؤولين في الدول العربية منذ أسابيع قليلة كانوا معترفين أن ربما كان بقيت قوة المراقبين العربية كان أفضل لكن اضطرينا نسحبها الأمرين. أولاً أن تم اعتداء على بعضهم وثانياً لأن بعض الدول قالت أنها لا يؤدوا عملاً حق
كل الوقف المذابح التي تحدث وبالتالي من أفضل صحبها صحبة. كان خلال هذه الفترة يعني من سبتمبر 2011 كان دائما يطلب من الجامعة أنها تحيل الملف إلى الأمم المتحدة. كان يقال كبار السوريين في المعارضة اللي كانوا فيه يقبلون في الجامعة كان يقول بكل صراحة هذا الموضوع أكبر منهم. حيلوا ملف الملف عادتين منتظرين إيه؟ تقرر إحالة الملف إلى مجلس الأمن في 22 يناير الماضي. يعني النهاردة 14 شهر مثلا. فالمشكلة أكبر من هذا. سوف أتحدث عنها عندما أتحدث عن سوريا وليس الآن يعني. فالإصلاح عملية متوسطة ويجب أن نفكر في آليات نستطيع بواسطها أن احنا نؤدي نوع من المطلوب من الجامعة. بعد القضية السياسية الاجتماعية والثقافية اللي بتناولها ومعالجتها واتخاذ قرارات بشأنها بشكل سريع وعلى المستوى السياسي المناسب. دي اعتقد ده لازم. لكن هناك ايضا موضوع لازم معالجته على مستوى طويل الامد. طويل الامد ينصب على تطوير اجهزه الجامعه نفسها وانشاء اجهزه تواكب متطلبات العمل في هذه المرحله. المطلوب حتى انهي هذه النقطه المتعلقه بتطوير الجامعه هو نقل جامعه الدول العربيه من الجيل الاول من منظمات الدولية مثل عصبة الأمم إلى ما أنا بطلق عليه الجيل الثاني، لأن الجيل الثاني كان الأمم المتحدة قبل تطويرها بأسلوب معين. وأيضا الجيل الثالث هو بعض المنظمات الأخرى وعلى رأسها يعني كان لابد أن احنا نكون على نفس المستوى الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي هو درس ما حدث بالنسبة منظمة الوحدة الأفريقية التي أنشأت في أديس أبابا في ديسمبر 63 طورت نفسها وجدت ان كمان هذا التطوير يقتضي ان تسمى الاتحاد الافريقي مثل الاتحاد الاوروبي. يعني الاتحاد الاوروبي يختلف في امور كثيره ولا ندخل فيها لان عاوزه يعني الانظمه الداخليه تشارك في هذا الموضوع. لكن الاتحاد الافريقي وانشاوا حاجات كثيره جدا. انشاوا ميثاق حقوق الانسان مشروع، انشاوا محكمه، انشاوا قوة حفظ السلام، مجلس أمن يعمل وليس مثل مجلس الأمن القومي الذي في جامعة الدول العربية ولا يعمل. فالحقيقة الاتحاد الأفريقي مش مثله خطوات ممكن القول أنها تعكس ما يمكن أن يطلع عليه الجيل الثاني من المنظمات الدولية. وأنا لدي رجاء أن يعني خلال من الآن وخلال الفترة القادمة السنوات القادمة إن شاء الله ممكن ده نقلة نوعية في أسلوب عمل الجامعة العربية وتحملها لمسؤولياتها المختلفة تشابه ما حدث بالنسبة للاتحاد الأفريقي. المطلوب أيضا أن هذا يتم مش من فراغ المطلوب أن يتم من ورد رؤية جديدة للجامعة وأهدافها ومهامها و كيفية البناء على ما هو موجود سواء قائم بالفعل وكذلك على المقترحات التي قدمت. من ضمن الأمور اللي أنا سعيد أن أذكر أنها إن شاء الله أسبلها إلى أنها تحقق هي إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية. محكمة حقوق الإنسان العربية لأن موضوع حقوق الإنسان طبعا دور كبير جدا في العلاقات الدولية. الفرد أصبح في السنوات الأخيرة يقيم بالقانون الدولي لم يعد فرد. يعني أدي حضراتكم فكرة أنه من سنوات طويلة كان عندنا فرد يحدث له أي ضرر كان يلتجئ لحكومته هي اللي ترفع قضية على حكومات الأخرى أنه لا يستطيع أن يصل للحكومة. الآن هناك وسائل كثيرة منها لجان موجوده في جنيف بالفعل تستطيع ان تلجا اليها. وحتى يعني لا استطيع ان اقول ان العمل قد وصل الى منتهى والى الحل الامثل. ما فيش حاجه حل امثل في الحياه. كل حاجه بتبقى فيها يعني نقائص كثيره. فمشروع
إنشاء محكمة الإنسان ومشروع تقدم به ملك البحرين ومهتم به جدا، وعملنا عدة اجتماعات في القاهرة وخبراء انتهى إلى التقرير. هذا التقرير الواحد في من بضعة أسابيع في البحرين، وهناك اهتمام أن يصدر قرار من القمة في إنشاء المحكمة، ثم يطلب من جميع الدول العربية أن يفوضوا حكوميين للجلوس معنا وكتابة صياغة وإعداد ما يمكن أن نطلق عليه النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية. هناك أيضا اهتمام كبير في جامعة الدول العربية الآن برفع الأداء وتحسين الأداء وإعادة التحليل لجميع أعضاء الأمانة العامة. وحاليا أنا يعني تفكير في أن احنا نتقدم في القمة القادمة أيضا في مشروع لإنشاء معهد دبلوماسي في جامعة الدول العربية لموظفين صغيرين أو كبار للدراسة فيه وزيادة معلوماتهم وتوقيع معلوماتهم، وكذلك إن شاء الله يفتح أيضا لجميع الدول العربية إذا كانت ترغب في ذلك. وأعتقد أن هذا تقدم الأمم المتحدة وصلت برضه أيضا لهذا من في بداية الستينات، وأنشأوا ما يطلق عليه معهد الأمم المتحدة للبحوث والدراسات يونيتار اسمه، وأنا شخصيا استفدت من هذا اليونيتار اللي أخذته فيلوشيب سنة 68 سنة كاملة كنت مركز على الدراسات، استفدت منها استفادة كبيرة جدا، وحتى أتاحت لي فرصة إني أنتهي من كتابة رسالة الدكتوراه. فأنا أعتقد إن ده أمر مهم وجميعنا نحتاج له، وربما يساعد أيضا في إيجاد رابطة بين منطقي خارجية مختلف الدول وبعض، لأن هذا يساعد كثيرا في فهم الأمور وفي بلورة الآراء. أنا الآن سوف أتوقف عن هذا الجزء وسوف يعني أتحدث عن أمرين. أولا قضيتنا الأولى المركزية المحورية وهي القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية لن أدخل في واقع الأمر يعني من ما حدث من أيام عقبة الأمم عندما صدر القرار، عندما صدر عهد عقبة الأمم الفقرة 16 الجزء الرابع من الفقرة بيتحدث عن الأقاليم تحت الحكم العثماني من ضمنها فلسطين اللي كانت مذكورة بالنص إنها تتمتع بصفة مؤقتة باستقلالها حتى يقدم إليها ما تحتاجه من مساعدة، يعني independence provisionally recognized pending providing administrative assistance، يعني من وقت هذا موجود. وهذا الكلام دخل في صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وبالفعل ان كل المناطق الشبيهة اللي هي العراق وسوريا تم ولبنان تم اعلان استقلال المحافظات الصغيرة. لكن القضية الفلسطينية طبعا اللي قامت به الحكومة البريطانية 2 نوفمبر سنة 19 لما يطلق عليه وعد بلفور قال عنه بحق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من لا يملك وعد من لا يستحق، مش هتكلم على من لا يستحق لكن هو الواقع هتكلم على من لا يملك، لان الدول البريطانيه وقتها كان ليس لها اي سلطه انها تطلب من هذا الاعلام. لكن تعقد الامور كثيره جدا بالنسبه لقضيه فلسطين، انا سوف اترك الكثير وانتقل الى قرار التفسير الذي كان بالطبع دائرا، وانا لي مقال نشر في سنه 68 عن هذا الموضوع، لانه غالبيه السكان اخذوا 44% من الارض واقليه السكان اخذوا 56% من الارض. كلام غير مقبول. وهنا يجب ان اتوقف لحظه واذكر امر يعني ربما لا يلم به الكثيرون، وهو انه قبل التصويت على قرار التقسيم يوم 29 نوفمبر سنة 47 اجتمع السفير المصري
رجل عظيم الدكتور محمود فوزي ومع سفراء العرب وهي يعني الدول العربيه اللي كانوا تلعب دور في هذا المسجد. واستقروا على المعالجه بطريقه هم تصوروا انها الطريقه المدنيه الحضريه التي يجب ان تستخدم في هذه الامور. فهم وضعوا مشروع امام الجمعيه العامه انه قبل التصويت على هذا القرار المطروح بتقسيم فلسطين يجب بحث ما اذا كانت الجمعيه العامه للامم المتحده تملك صلاحيه تقرير تقسيم اقليم بدون موافقه غالبيه الاعضاء غير سكان. للاسف القرار لم يمر. وهم طلبوا ايضا في هذا المشروع الذي تقدموا فيه انه الموضوع يعرض على محكمه الاتحاد الدولي عشان تبت هل من حق الجمعيه العامه للامم المتحده انها تقسم اقليم؟ هل من حق مجلس الامن ان يقسم اقليم؟ ده موضوع عرضنا لما نتكلم على 67. فللاسف الشديد لم يمر. لكن انا اذكر هذه الواقعه اللي تدل على ان سفراء الدول العربيه كانوا صحيين وواعيين ويعلمون ماذا يجب ان يحدث، لكن للاسف الغالبيه العدديه بتتغلب على امور كثير. والدليل على عدم عداله قرار التقسيم انه الكاونت برنادوت اللي بعد ذلك عين بسيط كان لديه مشروع متكامل باعاده تقسيم الارض. وللاسف تم اغتياله والاثر حكم قتله او اثر امر قتله كان اسحاق شرير الذي وصل وزير رئيس وزراء اسرائيل بعد ذلك. لو دخلنا على مرحله 67 نجد ان القرار الذي صدر كان واضحا وكان صدر بعد متولات كبيرة بعد متولات طويلة استمرت من يوليو حتى 22 نوفمبر. والقرار يقضي ب يعني بضعة أمور أساسية. أولا يؤكد الحق في عدم جواز الحصول على أراضي عن طريق الحكومة. اثنين يقضي بأن إسرائيل تنسحب من الأراضي العربية. احنا دخلنا طبعا في مرحلة طويلة هل إسرائيل لأنها نجحت نجاح باهر بدعاية واسعة أن تقول أنه حيث أن القرار باللغة الإنجليزية لا يقول انسحاب from the territories بل تحدث عن territories يبقى معنى ذلك أن هناك خيار أمامه. الواقع أنه طبعا بكل اللغات كان يقول معناه the territories كل اللغات الأخرى الرسمية. وهذا الموضوع أعتقد حسن بعد كده يمكن أوصل لذلك يعني. لكن اللي حصل إنه ضيعت إسرائيل وقت كثير يعني نجحت إنها تضيع وقت كثير يعني. وهو بصفة عامة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم من جميع دول العالم التي تعتبر وأنا بطرحها دائما تعتبر أن عنصر الوقت أمر استراتيجي. يعني جميع الدول الوقت التوقيت مهم جدا حتى في حياتنا الخاصه التوقيت مهم لكن ده حاجه تكتيكيه مش هو الهدف مش هو الهدف الاساسي. لماذا؟ لانها ترى انها تحصل على وقت اكثر من غيرها على الارض. المهم انه قرار هذا كما ذكر ايضا ان هناك التزام اخر غير التزام على سيد الاسحاق التزام اخر على الطرفين على العرب وعلى اسرائيل بانهاء حاله الحرب إنهاء الحرب، لا كان في تطبيع ولا سلام وإنهاء الحرب. وأمور أخرى متعلقة بالقدس والفلسطينيين والكلام ده. لكن هذا هو القرار وهو قرار أساسي وهو يعتبر الأساس في كل العمليات التي بنيت عليه بعد ذلك. اللي حصل بالنسبة لحكاية الأرض إنه إسرائيل قرار 243 طبق فيما يتعلق بمصر وطبق فيما يتعلق بالأردن. طبق جزئيا والبعض لا يدري ذلك فيما يتعلق بسوريا بفضل الاشتباك الذي وقع في مايو سنه 74 في جنوب. لكن فيما يتعلق ب فيما يتعلق ب موضوع الارض ففي المحادثات
التي أدت إلى توقيع معاهدة السلام الإسرائيلي كانت يعني آخر ممكن الاستحاب الجاتول الدولية لو رفعنا التزام الدول العربية من ما يطلق عليه إنهاء حالة الحرب إلى سلام وقبل وانسحب التوقيع الرهاب. كذلك فيما يتعلق بالأردن نفس الشيء. فيمكن القول أن التطبيق الذي حدث حتى الآن من 242 هو من إسحاب الكل الأراضي لا شك في ذلك ولا أحد يستهان به. لو حصل اليوم إنه الفلسطينيين يقبلون وضعوا ما يتردد ويذكرون الفلسطينيين إنهم يقبلون مبادلة أراضي مطايدة أراضي هذا موضوع آخر. يعني هم أصحاب الحق ويستطيعون أن يتفقوا مع إسرائيل على هذا الموضوع. لكن اللي عاوز أقوله إن المرحلة الأولى اللي بعد 67 كان التوجه فيها يهدف وهو انهاء الصراع وكان هذا هو الذي يحدث من غايه تقريبا مدريد سنه 91 او صور 91. بعد ذلك نجحت اسرائيل في ان تغير المسار ويترك جانبا انهاء الصراع ويركز على ممكن ان يطلق عليه اداره الصراع كونفليكت مانجمنت. لماذا؟ حتى يستغرق وقتا اكبر وهو ما يحدث الان. يعني تمحض الجبل فورد فقرا اسمه الرباعيه يا تجتمع يا ما تجتمعش لا قيمه ولا تؤدي الى شيء وتعطي وهم بان هناك شيء يحدث وهو الوقت لا يحدث. فلذلك هذا الموضوع درس بعناية من اللجنة التي شكلتها جامعة الدول العربية سموها لجنة المبادرة وانتهى الأمر 17 من نوفمبر الماضي بقرار أنا أعتقد قرار هام جدا من عكس قرار التاريخي وهو ضرورة إعادة تقويم الموقف وتصحيح المسار بحيث يكون الهدف هو الانسحاب من الأراضي وليس إضاعة الوقت أو أيضا تفتيت أو تفكيك النزاع. بمعنى انه بدل ما نتكلم على الانسحاب من الارض نرى ماذا يجب بعد ذلك عمله يكون الموقف تعالى نتكلم على القدس تعالى نتكلم على اللاجئين نتحدث عن ترتيبات امنيه نتحدث عن ما يمكن ان يطلق عليه فاينل ستيتس امور متعلقه بها وكل واحد منهم يبقى مسار ويلاقي لسنوات. الفكره كلها اعتقد كان بمنتهى الوضوح ذكرها رئيس وزراء اسرائيل في مؤتمر مدريد عندما انه صحفي اسرائيلي كيف انت شامير بكل تاريخك العظيم تقبل ان تدخل في مثل هذه المفاوضات ستاخذ 100 عام. فالمطلوب الان هو الحقيقه هو تصحيح المسار واستطيع ان اقول ان الاتصالات الأولية في الدول الكبرى رحبت بهذا. جميع الشعوب الآن أنها لابد من إنهاء هذا الصراع. طبعا الشروط هيبقى فيها عليها اختلافات لكن التوجه الآن أعتقد تم تصحيحه من ناحية التوجه أن حقق إيه بعد كده لأنها تطلق على عمر كثير من الأيام. الهدف الأساسي هو إنهاء الاحتلال. كل هذه الأمور الأخرى الهامة جدا التي نتحدث عنها اليوم أنا أعتقد أنها لا أستطيع أن أقولها مشية ولكنها ليست أساسية. بمعنى أن نقضي وقتا طويلا لنقول يقال لإسرائيل أوقفي المستوطنات لو انسحبت خلاص مفيش مستوطنات أو هتعالج كيفية معالجتها. الأسرى إفريقيا عن الأسرى أنا ذهبت في الشهور الأخيرة إلى غزة وإلى رمال ما رأيته في غزة لا أستطيع أن أصف بؤس وعذاب فوق الوصف. يعني القتلى هناك والأيتام يعني أمور لا يمكن الوصف. فيما يتعلق برمال الله حالتها الاقتصادية أحسن في رمال الله ما في شك ذلك لكن كان عدد من عائلات الأسرى
منهم البطل اللي اسمه سامر العساب حضر مقابلتي وحتى وضع أمامي صورة له قبل أن يعتقل ومنظره اليوم بعد أكثر من يوم يعني أكثر من 200 يوم إضراب عن الطعام حاجة يعني لا يمكن أن تبقى تفكر عنه المتحدة والمفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر في كل هذه الأمور كما تقول عبدالله عن نشر الاتصالات الإسرائيلية طبعا يعني لكن الأمر هذا فظيع والحقيقة يعني كفلسطينيين وكعرب كنا مقصرين لأنه نيلسون مانديلا بعظمته كلها قضى 27 سنة في السجن لدينا أسرى عرب فلسطينيين قضوا أكثر من 30 عام كان في مؤتمر قامت به إدعاء إلهي مشهورة العراق استضاف رئيس القمة منذ بضعة شهور وشاركت فيه وشفت بعض الأسرى كبار السن الذين كانوا في السجن ثم حضروا لي ولد 10 سنوات عمره خفيف وقال لي عمه أنا كنت في السجن فقلت له كنت عندك كم سنة؟ قال لي 10 سنوات قلت له كنت في السجن قال لي أنا قعدت أسبوع في السجن رميني في السجن في حجرة مغلقة وما فيها شر حاجة مؤلمة يعني كان بيعمل إيه عنده 10 سنوات؟ فالحقيقة المفروض كمان كنا نعرف بذلك أكثر من هذا ونضع أمام العالم خارج الأسماء كلها وحدث تقدم في هذا الموضوع لكن كل التقدمات تحصل غير كثيرة حصل تطورين بالحقيقة أهمين كمان وهي أن فلسطين حصلت على دولة مركز القانوني لدولة وهذا الموضوع بعض يعتبروه هيش دولة كاملة عضوية نعم الفترة الأخيرة 50 سنة الأخيرة الدول التي كانت هناك صعوبات سياسية بين الدول الكبرى على أن تنضم إلى الأمم المتحدة مرت كثيرا ألمانيا بجبروتها دخل ألمانيا كان ألمانيا الغربية مراقب وألمانيا الشرقية دولة مراقب كوريا الشمالية وشو كوريا الجنوبية بعض الدول فضلت أنها تبقى مراقبة مثلا زي الفاتيكان سويسرا كانت دولة مراقبة بإرضاها بسبب آخر أنها تركب أن تقطع قرارات معينة بحيث ما تبين لها أنها بتقطع لها كده ولا كده يعني فانضمت فقط سنة 2002 فهذا كان من الحقيقة مكسب كبير من ناحية العملية ماذا يؤدي إلى ماذا؟ من ناحية العملية يؤدي إلى أنه هذه الأراضي عندما تبدأ المفاوضات التي إن شاء الله تبقى يعني في إطار زمني محدد التي تدعو إلى تسوية النزاع لأن جميع النزاعات لو رجعنا للتاريخ من أيام الفراعنة عندما حاربوا الفلسطينيين يبقى في اتفاقية في الواقع لابد أن هذه المتفقين في كل الحروب فعندما نصل إلى هذه المرحلة ويبدأ التفاوض لا تستطيع إسرائيل أن تستمر تزعم بأن هذه أراضي متنازعة هي أراضي دولة تحت الاحتلال هناك فرق كبير لما نجلس على مائدة ربما مش في طعامة في الدولة الأمر الآخر وهذا بقى يتخلي بعد كده على سؤال الحقيقة الأمر الآخر أنه مجلس الأمن هو الجهاز المعني الذي يتحمل المسؤولية الأولية primary responsibility في ميثاق الأمم المتحدة المحافظة على سلم الأمن الدولي وقد أصدر قرارا في هذا الموضوع وهو في 42 والمتطلب مرجو أن المجلس ممكن أن يتابع تنفيذ هذا القرار المطلوب هو تنفيذ قرار بالانسحاب من القرار بالنسبة لسوريا بعد 4 أيام من كنت مرة عامان أزمة المأساة الكبرى الذي يعاني منها الشعب السوري وللأسف شديد لا أستطيع أن أقول اليوم أن هناك طريقة أمل أمامي أن هناك حل لا أستطيع أن أقول ذلك اليوم أنا اجتمعت ساعة ونصف مع الشيخ أحمد معاذ الخطيب وهو يعني لا شك وطني مؤمن شجاع يتحمل مسؤولياته وأستطيع أن أقول بدون تردد أني تقابل من عام ونصف الكثير من
قادة المعارضة، ولكن هو يعني من الواضح أن لديه ما يمكن أن نطلق عليه باللغة الإنجليزية leadership qualities. هو أطلق مبادرة ومبادرة بطابع إنساني أيضا، أنه يتم انسحاب، يتم إفراج عن الأسيرات والمعتقلات، ويتجاوب النظام، وحاليا الموضوع كله متروك ليه.